مشهد مقابلتك مع أكرم عمل تعليقات رهيبة. إيه بقى؟ ده مشهد صعب قوي. يعني ده من المشاهد، وانا بقرا السكريبت في الاول في كده بتبقي عندك كده نوت للمشاهد اللي انت ايدك على قلبك. وكل لما يقرب الاوردر ده من المشاهد اللي انا كنت مرعوبه منه جدا وخايفه منه ومتضايقه شويه انا مع نفسي هعمل فيه ايه، وحابه للمخرج هيبقى ناوي يعمل ايه. فلا هو تحضيره تقريبا هو نص يوم مبدئيا. مشهد صعب قوي. الراجل اللي عمل فيها كل ده في الاخر هيتقابله مشهد تقريبا 10 دقائق. طويل جدا. هو طبعا جدا. فلا مشهد حلو، خد قلم عشان القلم اتعمل. يعني القلم قلم حلو. اهم حاجه في لا المشهد. والحوار كان خطير قوي 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 قوي. انت بتقولي اسف؟ انت بتقولي اسف؟ اسف على ايه؟ انت بتقولي اسف؟ ممكن تهدي شويه؟ ايه ده؟ ارجوك اهدي. انا مش خاطفك. خاطفني ولا سجنك. انا متاسف اني جبتك بالطريقه دي، بس عشان تسمعيني واشرح لك. تشرح لي؟ تشرح لي ايه؟ تشرح لي ايه؟ تشرح لي ازاي ضحكت عليا؟ عايزه اسالك، هل من تجربتك في العمل ده الرجاله فعلا ملهاش امان؟ والله الكومنتس بتاعت الناس بتقول كده. بس بلاش نعمم يعني عشان ما حدش يزعل مننا. يعني احمد اللي هو اكرم ملوش امان، وليد فواز هو ياسر، محمود شرشر، محمود عبد العزيز، دول ملهمش امان، ابطال المسلسل. لا اله الا الله، ما فيش غير اياد بقى. ناقص هاني عادل بقى. تشوف ليه امان ولا لا.